مساء الخير. أهلا. مساء الخير للجميع وللأحباء المشاهدين. إحنا الآن أمام الجبهة الرابعة اللي فتحتها إسرائيل عليها، كانت سابقا غزة وشمال إسرائيل وإيران، الآن فتحنا الجبهة الرابعة. الكلمة المفتاحية في ما نراه الآن في الضفة الغربية أن إسرائيل تريد أن تضع حد للمقاومة الفلسطينية، تريد أن تنهك المقاومة الفلسطينية سواء كانت في غزة أو في الضفة الغربية، يريد بالكامل أن يضع نهاية لما يحدث أو لإطلاق إطلاق الصواريخ أو إطلاق القذائف أو إطلاق أي تهديد يأتي من الضفة الغربية. نحن نعلم على سبيل المثال حسب الرواية الإسرائيلية بأن 150 مقذوف تم إلى الآن إرساله من الضفة الغربية باتجاه إسرائيل. وما حدث أخيرا في تل أبيب على 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 كلام الرواية الإسرائيلية مصدره أو العمل الإرهابي مصدره الضفة الغربية وتحديدا شمال الضفة الغربية بحسب الرواية الإسرائيلية. فهم لا وجدوا أن هناك مبرر كافي من أجل دخول الضفة الغربية. إسرائيل واضح سياستها منذ القديم، تريد القضاء على أي منبع للمقاومة بغض النظر عن مصدره بغض النظر عن مكانه سواء كان في غزة أو كان في الضفة الغربية. فهم بكل تأكيد يروا أن هناك أهداف لم يتم تحقيقها إلى الآن، وهذه الأهداف التي لم يتم تحقيقها إلى الآن ألا وهو وضع حد للمقاومة الفلسطينية. فهم مستمرون ما دام هناك تهديد لوجودهم وكيانهم، مستمرون من أجل وضع نهاية لهذا التهديد. تتفق؟ أتفق، لكن اسمحي لي